مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم معانا في حلقه جديده من بالهنا والشفا. كل سنه وانتم طيبين، وقفه عيد اضحى مبارك. النهارده هنعمل وصفات العيد. الايام اللي جايه من اول النهارده هعمل معاكم وصفات احنا بنحب ناكلها في حياتنا اليوميه، وبالذات بنحب نكررها في ايام العيد. اول وصفه النهارده معانا هي الاوسوبوكو. ايه الاوسوبوكو دي؟ هي ببساطه قطعيه احنا متعودين ناكلها عادي جدا، وهي قطعيه الموزه، ولكن متقطعه بالطريقه دي وسايبين العظمه بتاعتها فيها. الوصفه دي اساسا وصفه ايطالي، فالاسم ده ايطالي. احنا هنعملها ازاي؟ معانا كرات وكرفس وبصل، ودول عادي احنا متعوزين نستخدمهم عادي جدا. معانا كمان جزر، ومعانا لحمة الأوسوبوكو نفسها، معانا شوربة ودقيق عليه ملح وفلفل، وعصير تفاح. عندكم عصير تفاح من غير سكر يمشي، عندكم عصير عنب من غير سكر يمشي، ما عندكوش خالص او خايفين تستعملوه وعايزين تستعملوا شوربة بس برضو تقدروا. تعالوا نشوف اول خطوة هنعمل ايه. الاول احنا هنحط سنة ملح على الدقيق ونقلبه حلو. الوصفة دي بتاخد تقريبا 3 ساعات في الفرن، بنسميها slow cooking. يعني ايه؟ يعني الطهي ببطء. بصوا بقى، قبل ما نبتدي نعمل اي حاجة، احنا معانا هنا الحلة الزهر. ليه الزهر؟ الزهر الحقيقة بيتميز انه بيوزع الحرارة بطريقة حلوة جدا ومتساوية جدا، وبينفع جدا في السلو كوكينج او الطهي البطيء. بصوا دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هناخد اللحمة بتاعتنا نعفرها. يعني ايه نعفرها؟ يعني نحط عليها دقيق. ليه الدقيق اللي انا خلطته بالملح ده؟ ليه؟ ده هيخليها تتقل الصوص وهي بتستوي، فيطلع شوية صوص من حتة اللحمة دي، خطيرة. يعني بصوا بقى ايه نعمل اول خطوة. خلوا بالكوا الحلة بتاعتي سخنة، انا مسخناها قبل ما اعمل الخطوة دي اهو. في ناس قبل خطوة الدقيق دي بتحب تعمل ايه؟ بتحب تاخد حتة اللحمة تحط عليها زيت زيتون وملح وفلفل. هعمل معاكم واحدة كده، وهعمل معاكم واحدة بزيت زيتون وملح والفلفل، وتشوفوا فرق اللون هيطلع عامل ازاي. بس الاتنين صح، شوية زيت زيتون، بعدين ايه ننزل بحتة اللحمة. تعالوا بقى نحط على دي كده شوية ملح وفلفل. وشوية زيت زيتون. عايزين بقى تعملوا لها مساج بايديكوا تقدروا، عايزين بس ايه تدخلوا فيها كده التتبيلة برضو تقدروا. خلاص، وهنقلبها. عايزه اقول لكم اللون اللي اللحمه بتاخده قبل السوى ده اسمه كرمله. الكرمله دي مكتوبه في الكتب كده انها بتطلع روح الطعم، هي روح الاكل. فلما بتكرملوا الحاجه بتطلعوا منها حته في الطعم كده ما بتطلعش غير بالكرمله. بصوا انا ايه حريصه جدا في كميه الملح والفلفل. طب هقول لكم على حاجه، كتير منكم بعتولي الفتره اللي فاتت ان لما باجي اسوي لحمه بحط عليها ملح وده بيبطئ السوى. الحقيقه غلط. احنا برضو اللي مكتوب في الكتب انه الملح بيزود طعم اللحمة، مش بيبطئ ابدا ابدا السوى بتاعها. تعالوا بقى ايه احنا عملنا دول كده، يبقى ايه في طريقتين. الخطوة دي عايزين تختصروها مفيش مشكلة اهو. بصوا اللون وحلاوته، بصوا اللون
اللون يا جماعة في الأكل مش معناه لون بس، اللون معناه نكهة، معناه طعم حلو. أنا عايزة أقول لكم دي بقى السلو كوكينج ده بيطلع الصوص بتاعه أحلى حاجة فيه. بصوا قربوا معايا كده هنا جوه الحلة بقى، شايفين المسافة ما بين كل قطعة والتانية؟ مهمة جدا المسافة دي. ليه؟ المسافة دي لو مش موجودة اللحمة هتلزق في بعض وتلاقوها ابتدت ايه تتنزل السائل اللي فيها، لانها بتتنفسش فبتبتدي تنزل السائل اللي فيها، وايه اللي بيحصل؟ بتتسلق، عمرها ما تكرمل. لو انا حاطة كمية لحمة او ملزقة الحاجات قوي في بعضها. حلو، حسيتوا انها محتاجة رشة زيت وانتوا شغالين زودوا. انا بس ايه بحب احط كده ايه الزيت بالعقل، ما ادلقش من الاول كميه زيت رهيبه وبعدين الاقي انه انا عندي زياده، لا انا بحط على قد ايه ما الاكله محتاجه. تعالوا بقى ناخد حته اللحمه الخطيره دي نطلعها هنا كده. انا عملت ايه؟ انا كرملت اللحمه خلاص اهي، اديتها لون، اخدت اللون ده شوية زيت زيتون تاني وانزل بالخضار ياخد نفس اللون. تعالوا عايزه اقول لكم على قد ما دي وصفة ايطالي وانتوا تحسوا انه لما نقول في الاول كده انه دي ايطالي هتبقى حاجة لا مش هناكلها في العيد مش هناكلها في الوقفة، لكن لما تشوفوا بتتعمل ازاي هي قريبة جدا من ورقة اللحمة بتاعتنا. واعتقد قطعية الموزة دي من اكتر قطعيات اللحمة اللي بتبقى سهلة في سواها، بتطلع طرية. بصوا بقى اهو كنا بنعمل ورقة لحمة بس احنا شايلين من هنا ايه الطماطم. انتوا عارفين انه زي ورقة اللحمة كده عندنا، هما كمان لما بيجوا يعملوا الوصفة دي في مدرستين، في الطريقة القديمة كانوا بيقطعوا مع دي مع الخضار ده لحمة، وفي الطريقه الجديده اللي هم اسفه طماطم، وفي الطريقه الجديده اللي هم ايه بقوا بيشيلوا من الخضار الطماطم. طب ايه الفرق؟ انا شخصيا بحب، انا جربت الاثنين وبحب اكتر اللي من غير طماطم. ليه؟ بحس ان ما فيهاش صلصه كده. انا الصوص ده حلاوته يعني انتوا مش عارفه اشرح لكم، بس الصوص ده لما تجربوه هيعجبكم قوي، بيبقى لونه بني فاتح كده وتقيل. بصوا بقى شايفين معايا جوه الحله احنا دلوقتي بنحاول نعمل ايه؟ بنعمل نفس اللي عملناه مع اللحمه، بنكرمل الخضار على نار عاليه. انا مش عايزاه يستوي، انا مش عايزاه يبقى طري، مش عايزاه يبقى صاجي كده ويشرب سوائل كتير دلوقتي، لا انا عايزه اطلع منه طعم عن طريق كرملته. طيب اخد اللون الحلو ده اللي انتوا شايفينه معايا، هعمل ايه؟ هنزل باللحمه عليه. طيب طيب لو انتوا عندكم الحله الزهر دي زي اللي بنشتغل فيها هايل، وافضل انه تبقى موجوده بالغطا بتاعها. ما عندناش حله زهر، عندنا طاسات الزهر منتشره اكتر، مفيش مشكله، بس نتاكد ان ليها غطا بتاع اي حاجه ثانيه او نغطيها بورق زبده وفويل. طيب ما عنديش اي حاجه زهر خالص في البيت، مفيش مشكله، هشتغل في حله عاديه جدا او في طاسه عاديه جدا، المهم تكون بتدخل الفرن، يعني ايديها ما تكونش ايه بتسيح من الجنب. خلاص بصوا بقى فاضل لي نوعين من السائل هزودهم. اول حاجه العصير العنب او عصير التفاح خالي من السكر، بيعمل ايه؟ بينزل مع الكرمله كده يدي طعم مسكر ظريف جدا. وهنكمل بالشوربة. يبقى أنا كده إيه حطيت السوائل بتاعتي كده، حلة الأوسوبوكو جاهزة إنها تدخل الفرن، هغطيها بالغطا بتاعها وهدخلها الفرن تاخد على درجة حرارة بقى إيه 120-150 كده على الهادي، على نار هادية خالص، تاخد وقتها ساعتين ثلاثة لحد ما حتة اللحمة دي
بتبقى ايه، بتطلع كده من العظمه اللي فيها بمنتهى السلاسه. استنونا بعد الفاصل هنقدمها معاكم ونشوف هنقدمها بايه ونعمل وصفه تانية من بتوع العيد. اهلا بيكم معانا بعد الفاصل، رجعنا لكم بوصفه رقاق حلوه جدا جدا جدا، وهنغير شويه في الشوربه اللي احنا بنحط فيها الرقاق وهزود عليها كام مكون كده هيخلوا الطعم حلو جدا وطريه جدا باستخدام دهون اقل. بس هقول لكم الاول حاجه على الاوسوبوكو، عارفين في ايطاليا بتتقدم مع ايه؟ بتتقدم مع حاجه اسمها جريمولاتا. ايه جريمولاتا دي؟ ببساطه كده هي بقدونس وتوم وبشر ليمون وشويه زيت زيتون، ياخدوهم ويحطوهم في الكبه ويقدموا معاها الاوسوبوكو. تعالوا نعملها مع بعض وبعدين ندخل على الرقاق. بصوا احنا ايه، ثلاث حاجات زي ما قلنا، ثلاث حاجات هما ايه، البقدونس والتوم وبشر الليمون، بس كده. انا بقى بصراحه بحب ازود لها كده، انا قلت ايه اعمل معاكم الوصفه الاصليه، انا بقى بحب ازود لها ايه، بحب ازود لها شويه كزبره ناشفه او كزبره فريش ايا كان، وملح وفلفل ده طبعا هما بيزودوه اهو، وشويه زيت. عايزه اقول لكم ده بيبقى غموض ظريف جدا جدا حتى مع اي حاجه تانية غير الاوسوبوكو. بس كده بقيت جاهزه. بصوا السلاسه والسهوله وحاجة طعمها جديد مختلف على السفرة، ويبقى عملنا ايه الوصفة كاملة. دقوها بقى وغيروا يعني ضيفوا عليها حاجات براحتكوا على ذوقكوا، بس دي ايه، دي الوصفة الاصلية للجرامولاتا اللي بتتقدم مع الاوسوبوكو. تعالوا بقى نعمل مع بعض ايه، صينية الرقاق الحلوة اللي كلنا بنحبها. مشكلتي دايما مع صينية الرقاق كمية الدسم اللي بنحطها فيها، ان كانت زبدة ان كان زيت ان كان سمنة. هعملها معاكم بقى بزبدة بس بكمية قليلة محدودة، وهنعوض الطراوة والطعم الحلو اللي الزبدة بتديهولنا بايه. اقول لكم بقى في المكونات، تعالوا نشوف المكونات. معانا لحمة، معانا بصل، بقدونس وفلفل احمر، معانا كمان شوربة ولبن وزبدة. طب اول حاجة وروح صينية الرقاق واحلى حاجة فيها واهم حاجة فيها هي ايه؟ هي الحشوة. الحشوة بتاعتنا عبارة عن زي ما قلنا اللحمة مفرومة والبصل والبقدونس الفلفل الأحمر والزبدة. تعالوا بقى نبتدي نعمل كده. هاخد مكعب زبدة اهو، اول ما يبتدي يسيح بس ايه، بصوا قبل ما يتلون هنزل باللحم. انا عايزة اعمل ايه؟ انا عايزة اعمل نفس اللي عملته في الأوسوبوكو، اكرمل اللحمة المفرومة دي، اديها لون. طيب في طريقتين او مدرستين بنعمل بيهم اللحمة المفرومة او العصاج عموما. في ناس بتحب تدي لون للحمة الاول وبعدين تبتدي تنزل عليها بالبصل، وفي ناس بتحب تدي لون للبصل الاول وتكرمله او تشوحه كده وتنزل عليه باللحمة. مفيش واحدة فيهم صح واحدة فيهم غلط، في بس احنا عايزين نطلع او نظهر طعم اللحمة قد ايه او نظهر طعم البصل قد ايه. انا بالطريقه دي لما ببتدي باللحمه وبشوحها هي الاول انا بظهر طعم اللحمه اكتر لاني بكرملها، فبطلع ايه احلى حاجه فيها. خلاص انا طبعا شغاله هنا على نار عاليه جدا عشان اللحمه تلحق تاخد معايا ايه اللون ده، وايديكوا فيها كده انا لسه ما حطيتش اي توابل خالص صح ولا حاجه.
على ما اللحمة دي تتشوح حلو بقى، تعالوا نعمل مع بعض ايه السائل اللي هنحط فيه الرقاق. عبارة عن ايه؟ عبارة عن شوربة وانا مش بحط فيه اي نوع دهون خالص، بعتمد على انه كفاية الدهون اللي موجودة في الشوربة، وهحط عليهم لبن جربوا الطريقة دي وهتدعولي، وبما انه عيد يعني فاحنا ايه هنزود مكعب زبدة، بس انا صدقوني في العادي بعمله من غير مكعب الزبدة ده بيطلع طعم حلو جدا. سيبوا بقى ايه لان الشوربة سخنة، فسيبوا الزبدة تسيح في الشوربة براحتها. عايزة اقول لكم درجة الحرارة اللي الزبدة بتتعرض لها بتفرق في طعمها، يعني لما بتقدح مننا او تسخن جامد طعمها بيبقى مختلف عن لما تسيبوها تسيح كده ايه في الشوربة من غير حرارة عالية. بصوا ابتديت اوصل للون، بس عايزاها برضو ايه تاخد لون عن كده. انا لو معايا ساعة او ساعتين بعمل الوصفة دي في البيت هسيبها لحد ما تاخد لون اكتر من كده، عشان وقتنا. انا دلوقتي هنزل بالبصل، يعني نحط كله، وهنزل بعد البصل ملح وفلفل. في العصاج العادي انا بحط بهارات لحمة، انا هنا لا مش هحط بهارات لحمة. ليه؟ لان انا هضيف اطعمة من الخضار اللي معايا، وقردي ملحة الشوربة اللي هحط فيها الرقاق، فايه مش عايزة يبقى فيه. عارفين لما بتزودوا البهارات قوي في الاكل ايه اللي بيحصل؟ بتاكلوا بهارات، بتستطعموا بهارات، فتبتدي ناس تقول ايه اه لا انتي بهاراتك حلوة، لا دي متحيقة حلو، لكن قليل لما تلاقوا حد بيستطعم طعم اللحمة او الفريخ نفسها. طيب هنزل بايه بقى كمان؟ بالفلفل الاحمر. هنا بقى ممكن تستعملوا فلفل رومي احمر، وممكن تستعملوا لو مفيش اطفال هتاكلوا مطمنين ان احنا بس اللي هناكل في البيت واحنا بنحب الشطه، تحطوا قرون فلفل احمر مش هتشطه على بدل الفلفل الاحمر ده، تبقى ظريفه جدا بس بتبقى حراقه جدا جدا. طيب دخلت المكونات كلها في بعضها، هسيبها دقيقتين كده تدخل مع بعض كويس. في الوقت ده هعمل ايه؟ في الوقت ده هاخد ابتدي اعمل ايه الرقاق بتاعي. بس قبل ما اعمله انا عايزه احط هنا سنه ملح وفلفل. بصوا قالب الزبده اللي حطيناه شايفينه؟ شايفين سايح ازاي ولسه فاضل منه حته اهو. جربوا الطريقة دي هتغنيكوا عن كمية السمنة اللي ممكن تحتاجوا تبقوا بتحطوها، بس اختلاف درجات الحرارة اللي الدهون بتتعرض لها. بصوا بقى ادي ايه اول رق. انا مش بحبه يبقى طري قوي فيفقد قوامه، لا انا عايزاه ايه اهو يدوبك ابتدى يبقى طري واحطه. ايوه ما حطيتش لا سمنه ولا زبده ولا اي حاجه تحت خالص. ليه؟ لان انا مستخدمه قالب او صينيه ما بتلزقش، فهو مش هيلزق مني، فما فيش داعي ان انا ايه احط ازود دهون. باخد كده واحده واحده، طبعا الاسبوكو بتاعتنا ايه في الفرن بتستوي على نار هاديه زي ما اتفقنا. طيب الرقاق بقى بتختلف من بيت للتاني، انا بحب اعمله زي ما اتعلمته من جدتي، اربع رقات فوق اربع رقات تحت واللحمه في النص، ما جربتش اغير كده. ايه تلاته دي الرابعه. بصوا الحتت الصغيره اللي بتتكسر دي عادي جدا بتحصل مننا كلنا، ناخدها ونحطها في مكانها. يلا تعالوا بقى ايه نشوف احنا كده دول التلاتة
واحنا شغالين على مزيد ناخد البقدونس ونحطه على اللحمه ونقفل النار. هو هيستوي وهياخد حراره الايه خلطه اللحمه اللي عاملينها، مش عايزينه يدبل ولا يسود. ف بصوا اصلا الوان الخلطه تجوع اهو. تعالوا بقى ايه نروح هنا وناخد شويه من الخلطه. بصوا بقى الضغطه دي هنا مهمه ليه؟ علشان تمسك الرقات بتاعت الرقاق في بعض. زي ما خدتوا بالكم انا بحط خلطه في النص، ليه؟ عشان لما اجي اطلعه ما الاقيش الخلطه بتهرب من الجناب. فانا عملت حاجتين، عملت ايه؟ حطيت الخلطه في النص وكبست الرقاق. قالوا بقى نحط الاربع رقات التانيين ومش هنحط اي حاجه على الوش. عايزين اختياري، شفت ناس بتعملها جربتها، انا شخصيا حسيتني ان الرقاق مختلف عن اللي انا متعوده عليه. تحطوا بيضه على الوش تقدروا، بس انا ما بحبش كده. ايه خلاص، وادي اخر واحده، يبقى اربع رقات فوق اربع رقات تحت. مجهزه بقى نسخه من الاسوبوكو قعدت تستوي على نار هاديه ايه 3 ساعات اذا ما كانش اكتر. قالوا بقى ايه نعمل، ناخد شويه من الخليط الخطير ده ونسقسق نحط على الوش. شايفين انا ضغطته، عندكم صينيه تانية تضغطوا بيها اصغر تقدروا، بس انا كده خلاص لانه ايه هي صغيرة مش محتاجة. دي كده جاهزة تدخل الفرن. تعالوا بقى ايه اقدم معاكم الاسبوكو زي ما انا بقدمها عندنا في البيت بالظبط. انا مجهزة شوية رز ابيض بسيط جدا معمول بشوية زبدة، بما انه العيد فندخل كده طعم ظريف في الاكل. وايه واوريكم الاسبوكو اللي انا اساسا مجهزاها اهو. طيب بما ان احنا ايه بنحاول ما نتخنش قوي في العيد، ما يحصلش كوارث نبتدي نصلح فيها في وزننا بعد العيد ونبقى نقفل الدنيا على نفسنا خالص، فانا هاكد من اول اهو يوم في الوقفة، من أول الوقفة أنا طبق السلطة مش هيتشال من على الترابيزة. بفطر بتغدى بتعشى أنا عايزة طبق السلطة معايا، طبق سلطة بلدي، مش عايزة أتعبكم ولا عايزة نعمل اختراعات سلطات في العيد أهو. بصوا تعالوا بقى نجيب الاسوبوكو اللي هي ايه استوت على نار هاديه كده واخدت لها بتاع 3 ساعات في الفرن متغطيه لحد ما اللحمه بقت دايبه. اللي جهزناها مع بعض لسه محطوطه في الفرن، انا بقى هوريكم اللي انا مجهزاها من قبل ما ايه نجهز بتاعتنا. عايزه اقول لكم يا جماعه انتوا مش فاهمين طعمها حلو ازاي وبتطلع اللحمه دايبه. بصوا دايب، بصوا هي اصلا طالعه من بعضها. اهو بصوا اللحمه كده تبقى باينه، مش قادره اقول لكم ريحتها حلوه ازاي. وخدوا بقى اوعوا تفوتوا ايه الصوص اللي احنا قعدنا نعمل فيه في الاول ده، اللي هو ايه
قعدنا نقول هنحط دقيق على اللحمة عشان الصوص يطلع تقيل. خدوا بقى من الصوص ده وانزلوا على الرز اللي مقدمينه. والله هي وصفة إيطالي بس تحسوها كده إيه، بروح مصرية جدا جدا وعيد جدا بقى. بصوا لا دي شكلها مش حلو. خلاص هو كده كفاية. دايما لما تيجوا تقدموا طبق ما تملوهوش زيادة عن اللزوم، عرفوا الناس اللي بتاكل أنا عندي تاني جوه، فخلاص لما ده يخلص ما تقلقوش فيه تاني، لكن دايما ما تملوش الأطباق تخلوها إيه اللي شكل هرم دي أو مليها مبالغ فيها، بتضيع حلاوة تقديم الأكلة بتاعتنا. وريكم بقى كمان صينية الرقاق الحلوة قوي دي. بصوا بصوا بقى، شايفين كريسبي من بره وطرية من جوه تجنن، من غير لا افتكاسات ولا طلعت فوق ولا نزلت تحت. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما متجمعين مع كل الناس اللي بتحبوها يا رب. استنونا بكرة في حلقة جديدة من بالهنا والشفا.